ويلاكم عن قصات للمصطفى إذ قام يوما في الجهاد منظما رص الصفوف كما الصلاة تصفهم فكأنهم بنيان سد أحكما وتجول المختار بين صفوفهم فإذا بي شخص بينهم متقدما قد غير الصف القويم خروجه نظر الرسول إليه ثم تبسما وبعودي غصن للصفوف أعاده وأعاد للصف القويم تقوما قال الفتى في رقة وتمسكن يشكو إلى المختار منه تألما ألمتني بالعود يا خير الورى فاستغرب الجمع الغفير وهمهما ما ظنكم ماذا يكون جوابه هذا رسول حاز خلقا عظيما فتأملوا في قائد ومجند قد أزهار الإسلام حبلا فيهما هذا محمد كاشفا عن بطنه تفديه روحي مرسلا ومعلما يعطيه ذاك العودة دون تردد ويقول خذ مني القصاص مسلما وإذا به في لهفة وتشوق وكأنه يروي الفؤاد من الظما يجثو سواد كي يضم حبيبه لم يستطع من شوقه أن يحجما ويعاني قل بطن الشريف بوجهه متبركا متمرغا كي يغنما يا ساده قد نال حظا وفيرا أصغوا إلى ما قال حين تكلما يا سيدي إني خرجت مجاهدا وعدونا جيش يسير عرمراما لا علم لي إن كنت أنسي بينكم حيا لعلي أو قتيلا ربما فإذا قتلت فلست أدري موئلي في جنة أو في سعير أضرما لكن جلدي مس جلدك علني أمضي وجلدي عن جهنم حرما صلى عليك الله يا خير الورى قد سرى حبك في شراييني دما صلى عليك الله يا خير الورى قد سرى حبك في شراييني دما